سعيدة، بعد بلد سوريا وتقبل التعازي على مدى 3 أيام بوفاة والدته بكفرون رفقة، استقبل فنان جورج وسوف التعازي بكنيسة مرنقولة الأشرفية وسط حضور فني وإعلامي كبير. وصلوا ليكونوا موجودين حتى سلطان الطرب المشهود له بلباقته بالوقوف إلى جانب أصدقائه. وكانت توفت المرحومة فرحة متعب الصدى والدة الوسوف ب 21 الشهر عن عمر 82 سنة بعد صراع مع المرض. وطبعا هالموضوع ترك أثر كبير عند الفنان جورج وسوف المعروف بمدى تعلقه بوالدته وبعائلته، وكان دائما يخصص لها الرسائل والاغاني. ماما يا ماما خلينا اياك ويطول عمرك ويوفقك ما درت وشك، العذراء ترافقك يا امي، ام يسوع ترافقك هي وابنها يا رب. دخلك يا امي في جيلي هنيه، سلطان الطرب جورج وصوف الله يرحمه والدتك، وان شاء الله بتكون هلا بمكان افضل. شو بتوجه كلمه بهالمناسبه المؤلمه والحزينه؟ الله يرحم الأم جميعا، وبتشكر كل اللي عزوني وكل اللي سالوا على التليفونات وعلى السوشيال ميديا. انا كثير ممنون، ان شاء الله يا رب بردوا لي اياها بالفرح، وان شاء الله يرحم امواته ويخلي عيالهم جميعا. ان شاء الله يا رب خدمة الأحزان للجميع. لك أكثر من ساعة جوا بالقاع، خبرنا كيف عم بتساندوا؟ يعني مثل ما قلت جورج خي، والوالدة كانت عزيزة على قلبي كثير. أنا عدت كخي مش جاي أعزي، عدت حتى أعزي معه الناس والناس اللي بيعزوه الله يرحمها. أنا بعتبر قديسة أمه لجورج. الشمس الغنية نجوى كرم اليوم عم تعزي أبو وديع برحيل والدته، شو بتقولي له؟ كيف بتساندي؟ بدوله الأم غالية، ويمكن بنفقد كثير ناس بحياتنا، بس المكان الأم ما في حدا بيعبيه. الله يرحمها وتكون نفسها بالسما وتكون خدمة أحزان إن شاء الله يا رب. يعني قطشت الاحتفالات بعيد ميلادك لتيجي تعزي، هالقد هو غالي على قلبي. شوف الاحتفالات أنا بقدرها لأنها من قبل المحبين، مع أنه نحن مش بوارد احتفالات لا بوضع البلد ولا بظروف القائمة، لكن ما فيني غير ما أكرم وأقدر الناس يلي ما نسيوا أنه يوم عيدي، وأنا بعتبر أنه هو العيد بدعة يعني بالحياة. بس تأني قطش وشو هالتقطيش هيدي، يعني أنا أبو وديع بالنسبة لإلي ما في مناسبة إن كان فرح أو كره إلا ما كان فيها، وهو صديق غالي وعزيز وما بفوتوا شيء من اللياقة معي أنا. اللي بقدر أقوله أنه عيش حياة سعيد كتير مع أمه وبيه الله يرحمهم. بعرف قدي هو كان سند وعمود فقري بحياتهم، وبعتقد مش بس هو، كل إنسان بيتجرع هالكأس، كأس أنه يفقد أم، رح تضل غنية ماما يا ماما دخلك يا ماما تلازمه بالحياة وبالممات. بدي أقول له الله يرحمها، ونعرف كلنا قد ايه كانت الوالدة عزيزة على قلبك وغالية من خلال أغانيك ومن خلال أدائك. هو من كتر منه حنون على أمه، عرفت؟ فبيحب كل الأمهات، يعني بأوقات بيتصل بنحكي تليفون بتكون أمي، بيقول يطمني عن الوالدة، فبنتصل بقول له يا حبيبتي يا محمد طمنيني عنك، يطول عمرك وربي يخلي لي جرياتك، يعني هيك بيقول لأمه، هيك بس يحكي مع أمه بتفكره. بتعرف شو بتحس عم يحكي مع طفل عمره سنة. قبل ما أختم بدي عزي الفنان جورج وصوف وقل له الله يرحم والدتك، وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان. ولهون مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهيتها.